صباح الخير يا بهك. صباح الفل يا ست الكل. بقولك ايه، معاك رصيد؟ وربنا، شوفي وربنا لسه شاحن النهارده مخصوص. اها استاذ بهجة، والنبي تمدي لي على الموضوع ده عشان انزله نبض. بنقول ايه؟ ده ايه الدماغ دي؟ بقولك ايه، ما تبعت لي 20 جنيه رصيد. وربنا، شوفي وربنا 50 جنيه، 20 جنيه دي مش مقامك. ودلوقتي اشتري لي على ده يا استاذنا بعد اذنك. منير، هات يا منير. مانويل جوزيه يترك الفندق المقيم به وينزل في فندق اخر قريب من النادي الاهلي. جرايه يا منير، جرايه يا حبيبي، ما تفكر شويه، انت بقالك كام سنه معايا هنا؟ ده عنوان ده؟ هو النادي الاهلي ده فين؟ في الزمالك. يعني هو سكن في الفندق اللي فين؟ في الزمالك. يعني المهم ما يبقاش كده، خد اكتب. مدرب الاهلي ينتقل للزمالك، بهارات، منشط، شد القارئ، اتعلموها بقى. بقول لك ايه؟ ما تديني موبايلك كده، عايز اعمل مكالمه، اصل النهارده فرح مفيده بنت خالتي وعايز اكلم لها كاريكه كده يجي يعمل يعني مفاجاه. دقيقه اتنين عشروميه المحمول وصاحب المحمول. الو، ايوه يا مام. مامي عامله ايه؟ ايه؟ طب ثانيه، معلش يا بهجت، ممكن نبعت 20 جنيه رصيد لماما لحسن معاش رصيد؟ وماله؟